وللمزيد حول تطورات المشهد السوري معنا من غازي عنتاب التركية الباحث السياسي السوري حسن النيفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. نبدأ من السويداء والتوتر الذي تشهده احتجاجا على انتهاكات قوات النظام بربطها بالتظاهرات التي تخرج في درعا بين الحين والآخر. هل سنشهد زخما في التظاهرات في الفترة المقبلة خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ يعني واقع الحال نحن أمام تحولات ربما تكون لها تأثير كبير. هذه التحولات مرتبطة بعدة أمور. الأمر الأول هو أن مدينة السويداء كانت مستهدفة من جانب نظام بشار الأسد، وكان له موقف ناقم على هذه المدينة لأنها لم ترسل أبنائها للمشاركة في جيشه لقتال الشعب السوري، واستطاع أبناء السويداء المحافظة على مدينتهم والمحافظة على أبنائهم وأبدوا موقفا متضامنا مع ثورة السوريين. هذا جانب. الجانب الآخر، الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد السورية، وهي لا تخص السويداء وحدها بقدر ما تخص جميع المدن السورية، الآن ربما تكون عاملا محرضا آخر لكي تقوم المظاهرات وتكثر الاحتجاجات على نظام بشار الأسد، أي أن معظم السوريين بات واضحا تماما أمامهم أن هذا النظام أو استمرار هذا النظام لا يمكن إلا أن يقوم بتعزيز مأساتهم، ولا يعقد أي أمال بانفراج هذه الأزمات. السوريون اليوم بغض النظر عن الجانب الأمني هم يعانون من ظروف معيشية صعبة جدا، لا محروقات لا مواد غذائية، حتى الجامعات أغلقت أبوابها داخل القطر السوري نتيجة عدم وجود مواصلات. هذه الحالة الخانقة ربما تشكل عاملا مشتركا سواء بين أهل درعا أو السويداء أو بين جميع أو عموم المحافظات السورية، لأن تكون نبرة الاحتجاج هي الأعلى. ولكن يعني هل من الممكن أن تكون هذا أو يمكن أن تكون مخرجات واضحة لهذه الاحتجاجات أو نتائج مباشرة مادية على النظام؟ فهذه مسألة أخرى، يعني تتعلق بطبيعة النظام وببنيته الدموية. الآن يعني نظام بشار الأسد مستعد أن يبيد كامل السوريين من أجل أن يستمر بالسلطة. لذلك يعني على الرغم من علو نبرة هذه الاحتجاجات واحتقان الشارع في الداخل، إلا أنه يعني من غير المتوقع أن تكون هناك نتائج مباشرة بالنسبة لنظام بشار الأسد. عودا إلى 4 أعوام مضت وتحديدا مدينة خان شيخون في ذكرى قصفها بالكيمياوي، هل اتخذ المجتمع الدولي موقفا حقيقيا تجاه المجزرة برأيكم؟ يعني يا سيدي الكريم، دعنا يعني نقول بكل صراحة، كان يعني موقف المجتمع الدولي موقفا خاذلا للسوريين منذ لحظة المجزرة. نحن نذكر في 4 نيسان قام النظام بارتكاب هذه المجزرة فقتل ما يقارب 100 ضحية، وكان هناك أكثر من 500 شخص مصاب في خان شيخون في صباح 4 نيسان. على إثرها قامت إدارة ترامب باستهداف هنجارات فارغة لنظام بشار الأسد. يعني كان هذا الاستهداف الأمريكي أو القصف الأمريكي هو مجرد لرفع العتب ولدعاية لإدارة ترامب، ولم يكن هناك أي ردة فعل حقيقية. ثم إن المجتمع الدولي حين يريد أن يتخذ موقف، فكل يعني ما كل عوامل هذا الموقف وحوامل هذا الموقف متوفرة وموجودة، يعني كل الأدلة موجودة، المنظمات الدولية التي أجرت تحقيقات كلها تؤكد هذه الجريمة. ولكن أي قرار يمكن أن يتخذ بحق النظام يجب أن يمر عبر الأمم المتحدة، ثم الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون هذا القرار نافذا دون المرور عبر أداتها التنفيذية مجلس الأمن. ومجلس الأمن كما يعلم الجميع الفيتو الروسي جاهز، يعني المدافع عن نظام بشار الأسد، روسيا لن تسمح بتمرير أي قرار في مجلس الأمن يمكن أن يستهدف نظام بشار الأسد. طيب هل هنالك أي ضمانات على عدم تكرار تلك الهجمات، لا سيما أن النظام يقصف إدلب بين الحين والآخر؟
يعني بالعكس مواقف المجتمع الدولي كانت مشجعة ومحفزة للنظام للاستمرار، وكما تفضلت أن النظام لم يرتدع ولا مرة، بل ظل يعني هذا استهداف المدنيين ما زال قائما، لأنه عندما تغيب الرادع وتغيب العقوبة وتبدو مواقف المجتمع الدولي مواقف باهتة لا تبالي، يعني لا تبالي إلا بمصالحها ولا تعنيها مأساة السوريين ولا حرب الإبادة التي يشنها النظام وحلفائه الإيرانيون والروس بحق الشعب السوري، فعندئذ فعلا النظام سوف يعني يفهم من هذا بأنه هو ضوء أخضر للاستمرار في القتل وفي استمرار في الإجرام. نعم، الباحث السياسي السوري حسن النيفي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازي أنتاب التركية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.